عن جد الناس سكرت معها وما عاد تعرف شيء من شيء. حتى راس الدولة فخامة الرئيس ميشيل سليمان ما حدا عارف شو قصده بالتويت. شو هيدي نقطة؟ شو بيقصد فيها نقطة على السطر؟ البلد على صوص ونقطة، الدولة واقعة بالنقطة، لبنان نقطة ببحر الصراعات الإقليمية. إذا عن نقطة بالذات إجا مئات ألوف الريتويتات، فكيف لو حط نقطة فاصلة أو علامة تعجب أو نقطتين فوق بعض شو كان صار؟